انا مش هسكت زي كل مره ابدا. طب هنعمل ايه يا سميحه؟ هنعمل مقالب تاني يا اختي؟ امال ايه؟ هنقف نتفرج حاطين ايدينا على خدنا؟ ما خلاص يا اختي اتجوزها يومين يا حبيبتي وهتلاقيها داخله عليكي زي القطر المستعجل. هو لحق يفوق من اللي فاتت علشان يجيب لنا واحده غيرها. طب عارف هي امتى وفين دي يا اختي؟ بدل ما انت عماله تهري وتنكتي في روحك فكري شويه. نفكر في ايه واحنا لسه هنفكر؟ احنا نقف قدامه ونعلن الحرب لو ما تراجعش. يا اختي توكسي عليكي. طب قولي لنا انت يا انهار يا عقله بتفكري في ايه؟ هنعمل لها حفله استقبال الاول وبعد كده ربنا يفكها. حفله استقبال؟ حفله ملوكي؟ لا دي ملوكي ملوكي. انا مش فاهمه اي حاجه.